تمام، تعرف فرحات محمد احمد. حضرتك مشارك ليه النهارده في المسجد؟ مشارك على لو عايز حد يسمع صوتي ان انا سرقت عربيته نص نقل، وبتاكل اسره مكونه من 5 صنفار، مش عارف اقابل حد من يوم 4 في الشهر. قلت انزل على لو عايز حد يسمع صوتي، والاسره دي تاكل ازاي؟ ده عربيه نص نقل اتسرقت. اولادك دول نازلين مشاركين معاك برايهم هم؟ ايوه طبعا مشاركين، لان حتى لو اتسرقت عربيتي ب60 ده، بس حاسس ان في يوم من الايام هيحصل في عدل. يا ريت صوتي يوصل، صوتي يوصل للخمسه دول. ياكلوا منين؟ ده عربيته نص نقل، مش عربيه ملاكه بتفسح بيها. نازله ليه؟ انا نازله عشان اخد عربيه بابا. وانت نازل ليه؟ عشان اخد عربيه بابا. وانت يا حبيبي؟ عشان اشارك معاهم زي كل اي حد نازل. يعني ايه مطالبك؟ عدلوا العربيه بتاعتنا ترجع لنا عشان نعرف نعيش، عشان هي اللي بتعيشنا. شكرا، شكرا لكم. يا ريت صوتنا يوصل. ها؟